لكن بحاجة أنت إلى يعني لعب منظم، تشكيلة 11 إسناد. في فترة من الفترات شاهدنا المنتخب اليمني ند للمنتخبات الخليجية. صحيح. منذ استضافوا كأس الخليج من فترة بدأوا يتطورون، لكن أعتقد اللي يحتاجوا أكثر أنه اللاعب اليمني يلعب برا اليمن، يلعب في الدوريات الشقيقة العربية الخليجية، هذا يساعده كثير على التطور. نعم، إذا الثلاثاء تختتم مباراة المجموعة الثانية، فلسطين تلتقي الفلبين، حيث يكفي فلسطين التعادل للتأهل رسميا. اليمن تلتقي منغوليا بانتظار تعثر الفلبين وفوزها بفارق كبير لتحقيق المركز الثاني والحفاظ على أمل التأهل. بانتهاء الجولة الثانية للمجموعة الثانية، تتصدر فلسطين الترتيب بست نقاط، متقدمة بنقطتين على الفلبين، اليمن ثالثا بنقطة، ومنغوليا بلا نقاط.